تقوم بالرقص شوي انت سمارة يا سمارة سمارة يا سمارة سفليه ما في زيه آه يلا تعال هنا نغني يا سمارة هذا يلا تبغون خطوة سمارة يا سمارة سمارة يا سمارة ما عليك حنا هذه طبقتنا ترى انا نجم على فكره وانتم منظمين يعني انا اعلى منكم يعني سمارة يا سمارة صديق بس اسمع سمارة يا اسمع ترى والله العظيم والله العظيم والله العظيم اسلمت على فكره من كثر ما تقول والله العظيم اسلمت اهلا وسهلا شرفت اسمع كلام المنظم في مطبخ المنظم لا تخليه ايش اللي كنت تسوي ليك تسويه في الشارع اخلي احد يسوي لك سفلي انت منظم ما هو تصدق انت على طول تصدق انت ايوه كل زي كذا انت تطرد المطبخ وانا قاعد اسوي سفلي بينه وبين صح يا عشان منظم خلاص نفسي والله العظيم والله والله تسويه لا في الشارع حتى ما تحصل والله اني لا والله ماني ما عاد ازيد خلاص والله اني لا اقعد مؤدب والله اني اسف خلاص انا بداك انت سامح يا تكفى خلاص خلاص ان شاء الله انا بسامحك انا طالبك والله وجهك لا تضحك تكفى طالبك يا عزيزه ما قلت ما قلت ابلع اطالبك طال عمرك تسمح لهذه المره تكفى انا شوفه والله ان انا خادم لا يعني مسكين ايه يعني مسكين ما له دخل حاسس انه مسكين يلا يلا عشر له يلا يلا شكرا بابا يلا لا انا انسى ما ادري حسيت نو بروبلم كم 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 بيسوي دقيقه كم بيسوي السوفليه بيسوي حق سنه قدام سعد كم حبه اللي تامر بيه طال عمرك بالنسبه اسلم بيض الله وجهك لا اسلم عزيز 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 هيا محمد عزيز ولا الخطران فهمتها هل يمزح معي؟ أتحمى الكسر الشاقي كم لي السوفليه من هذه؟ اللي تامر فيه طال عمرك عطني ثلاث بس ثلاثة؟ اي ثلاثة والباقي عطوهم من نص الباقي يطلع رسلة عن اذنك يا ابو محمد ابو سعيد ابغى اتكلم تفضل أصحب. ايش سوى ذا الحين؟ حبيش شرطون عط كل استر ما احلاها اسلم الامور طيبه الامور طيبه عط كل واحد من العيال لا كل ثلاثه من العيال عطهم حبه مثل ذي حبه مثل ذي يقطون فيها ابس يعني كم عدد ايوه كم عدد العيال 19 وكم في حبه هنا 20 بالله 20 قطعه العيال 19 معناته تزيد واحده طيب خل كل ثلاثة على واحدة معناته تستخدم هذه بس لحظة العيال كم عددهم؟ 19 وانا الله لا يسفهني هلا يا قفطة 18 كنا 18 صرنا 19 عبد المجيد برا يا قفطة ايوه يا قفطة علمني ما دريت ايه تقمري ايه المهم هذا لا انا قاعد ارتب تخرب لي ما له داعي بس اشر اسلم يقصدني في الكلام ده لا لا نقصد اسلم انا طول العمر انا قاعد ارتب والله يا دي قاعد تخربني شكرا بابا ايش زين هذه الي ترى مو قاعدين نلعب شو اسمها هذه الي هذه لك لا كذا بس حط لي في السوفليه انا خلاص انا اشوف فيك اقتراح كيف خرجك اسلم ايش تعطي المنظم خلاص ايش تعطي؟ ايش تعطي المنظم؟ انا لله هذول اللي شباب انا قاعد ارتب شفت هذه؟ ايه هذه العيال كلهم ياكلون هذه العيال كلهم المنظم ياكلها هذه اللي سووها له هذا اسمع لا تكثر لي شيره الشيره يا جيمات انا قاعد اسوي لك شيره قاعد اسوي لك سفلي عسل عسل يا شيخ يا اخي قصدك لا احط اصبعي ايوه يوم دقه ذاك اليوم اسمعك يوم دقه تسلم حالي مره والله اني ذكرت كبير على طول يوم دقتهم ذاك اليوم ايه والله يتبعوا لي محمد الله اكبر والله والله لو اني سامي جوعني لا والله لو اني سلطه من ظني اردي والله اني سامي جوعني لا محمد لف لف قلب المواد انت ضاربه هاليومين منا ايش ايش ضربه من اللي
منو؟ الله يجزاك. منو؟ 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 ما له دخل ترى ما ضربت. منو؟ 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 من اللي تجرأ ومديده؟ تتوقع أحد يتجرأ ابو محمد ويدرون ابو محمد على يبناي؟ والله الذي لا ولدني واحد جاي يضربك ولا أعلم لي أضربك معه من يصير عيم؟ أنك تفاها من الله تستقتل ابو محمد تستقتل برق يا رجال رجلك تعوضت بما اني منظف ابشرك الله بما اني منظف ما عاد بيجبس ابو محمد ما عاد بدعس رجلك غريب والله اي والله كان يقعد الدوح ما نطفست طبعا عطوا القرار هذا وصلوا للجميع اسلم في فترة ما انا منظم محمد الشهراني يستمر في لحظتي الين ما يتغير المنظم يعني يتغير المنظم يوم ايش؟ يوم الاحد مع القوة الثانية نعم هذاك اليوم اذا ما صرت منظم مرة ثانية يستمر كيف في لحظة يعني بغفها مش معناها تبقى موجود ما تطلع ايه ما يضل الله وجهك ايوه انا يوم الاحد احزن المليار والله اني لا اروح اطالب بالشيء ذا كفو اصرف له واحد انت وافي والله انك وافي ايوه وابوك وافي ايوه ومن قبيلتي الوافية ايوه وانك طنيخت ايوه وطير شلوت ايوه والله يجعلني فداك يا ابو محمد يا هذه النغمة يا اخي افتقدنا سجلها سجلها بالله في الام بي 3 حق طال عمره وخلها بسجلها في جو في شو اسمه في الجوال اذا طلعت بسجلها في جوالك نعم ولا منظم مسموح لك جوال لا ما عندك كذا تنكبه طال عمرك والله انا اسف طال عمرك توقعت انه يعني عادي شبه حتى منصدم من هول الموقف شي انا ايش قاعد اشوف قاعد يلعب مدري عرضه ولا ايش قاعد يسوي يكسر كمل والله انك وافي والله انك وافي ترى ما يبى ابوه ما يبشى يا محمد مدح هذا والله انك وافي وابوك زايد وافي وانك طنيخت وطير شلوت وانك طنيخت وطير شلوت والله انك وافي وابوك وافي وانك طنيخت وطير شلوات ايوه وانك طنيخت وطير شلوات وانك وافي وابوك وافي وابوك وافي اسمعنا طرطيش كلام ايوه انك بتطلع شيل لا رانا من وين شباب يا حد شاف يا شباب والله انك وافي وابوك وافي على كل المنظم مع السلامه يا شباب مع السلامه يا شباب يا شباب ليش تسويها يا صالح انا خيمه انا رواق والله انك وافي انا بشت فاضي يمشي الحال وابوك وافي ليش جاب من عندكم يا شباب انا ماشي